السلالة الجديدة لفيروس كورونا في نسختها البرازيلية أو ما أطلق عليها سوبر كورونا سببت ذعراً كبيراً لعدم استجابتها للقاحات، وبسبب أنها أكثر عدوى بثلاث مرات عن السلسلة الأصلية لكوفيد-19. ففي أعقاب السلالتين الجديدتين في بريطانيا وجنوب أفريقيا تحور فيروس كورونا مرة أخرى، ليتحول هذه المرة إلى نسخة أكثر إثارة للقلق من الفيروس في البرازيل. السلالة الجديدة سميت بالأمازون حيث مكان اكتشافها، ويعتقد أنها مقاومة لبعض اللقاحات، إلا أن البرازيل لم تقدم معلومات أكثر عنها. وتم اكتشاف هذه السلالة من الفيروس في يناير الماضي لدى 4 أشخاص دخلوا اليابان من البرازيل، وجاء هؤلاء الأشخاص من منطقة الأمازون. تقرير بحثي أشار إلى أن السلالة الجديدة مسؤولة بالفعل عن 90% من حالات فيروس كورونا في ولاية أمازوناس، وتم رصد السلالة الجديدة أيضاً في أجزاء أخرى من البرازيل، وانتشرت إلى دول أخرى في مختلف أنحاء العالم. نوعان مختلفان تحملهما السلالة البرازيلية، النوع الأول P1 يصعب على الجهاز المناعي التخلص منه بسبب تركيبته الجينية المسؤولة عن بناء البروتينات الشوكية، والتي تعمل مثل أدوات إمساك للوصول إلى الخلايا البشرية، ويمكن لأي تغييرات في تصميمها أن تسهل عليها الارتباط بالخلايا البشرية. أما النوع الثاني فيعرف بـ P2 ويحمل طفرة يمكنها تجاوز الأجسام المضادة، وتكمن خطورة النوعين في البروتين الشوكي. فمعظم لقاحات كورونا تستهدف البروتين الشوكي الذي يستخدمه الفيروس للالتصاق بالخلايا البشرية، فيما تعمل اللقاحات على تهيئة الجسم ليكون قادراً على اكتشاف البروتين الشوكي حتى يتمكن جهاز المناعة من اكتشاف الفيروس. وإذا تحور البروتين الشوكي فلن يكون الجسم قادراً على التعرف على الفيروس، وعندها لن تكون اللقاحات فعالة، وهنا تكمن الخطورة.